في واحد من الزملاء ما شاء الله نبيه بالحين أبوه متعود هو اللي يذكي الضحية ثم يكملون العيال، لكن أبوه أصيب برعاش قبل الأضحية بفترة. يقول إني أنا حاطم بالي لأبوي ما شاء الله، يعني عنده حاسية لابن ولا وده يقع أبوه في موقف محرج. يقول يوم جت الضحية قلت أبوي لو تريح حنا نذبحن، قال أبدا أنا اللي بضع. يقول أنا أدري إنه مو بقادر يمسك السكين، سبحان الله. يقول جهزت وضعي معي سكين بخلفي مجهزة، يقول مجتمعات خواتي وإخواني قدام أبوي وهو يبي يذبح، وكان له قيمته يعني مهيب بشكل يعني. فيقول يوم نزلنا طبعا يذبح نجد والنجد تبيلة يعني ما شاء الله، يقول يوم مسك السكين ويبي ينحر يذبح الضحية تلخبط وما مسكه يعني. فيقول أنا يعني حاطن الوضع راسده بدقة وأنا أنطلق وارفع صوتي، قلت حسبي الله ما سنه والسكين ما أضبطه. يقول أنا بنقذ الموقف وأنا أبدل السكينة، حلت سكين أبوي ومسكت يد أبوي ونحرته أنا وياه بيدي، يقول أنا اللي نحرته. فيقول دمعة عين الوالد ودعالي وخصا بدعوة وأنقذ الموقف يعني حقيقة. هذا إن شاء الله من البر اللي يوفق لبعض جميل. الشباب ما شاء الله. جميل أبو عمر. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.